مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان، أهلا بيكم في برنامج أريج والناس. طبعا النهاردة أول حلقة من حلقات برنامج أريج والناس. استنوني طبعا كل يوم ثلاث من كل أسبوع الساعة 3 مساء في نفس التوقيت ده. النهاردة طبعا هتكلم في موضوع يهم ناس كتيرة جدا جدا، موضوع يهم كل فرد وكل أسرة. أنا من وجهة نظري موضوع النهاردة يهم الشعب المصري بأكمله. هتكلم النهاردة عن قانون التصالح لمخالفات المباني، مع ضيفي طبعا اللي نورني وشرفني النهاردة الأستاذ محمد درويش المحامي. أهلا بيك يا أستاذ محمد، اهلا بيك يا سيدة. نورتني وشرفتني النهاردة. اتشرفت يا فندم، وفرصة سعيدة ان اكون مع حضرتك. وانا اسعد طبعا. أستاذ محمد، عايزك تكلمنا النهاردة عن يعني قانون التصالح ومميزات قانون التصالح وعيوبه وكده. هو قانون التصالح كان صادر برقم 17 لسنة 2019، وكان في تعديلات تمت بعديها رقم 1 لسنة 2020. طبعا في لوائح تنفيذية، فيه كان في جدل كبير وتساؤلات كتيرة الفترة اللي فاتت. الجدل ما كانش بخصوص القانون ولا بسبب اللوائح التنفيذية بتاعته ولا التعديلات، ولكن الجدل كان بسبب الغموض وعدم التفسير، وده عدم شرح موادك. ما كانش في حوار مجتمعي للقانون ولا تعديلاته، وده أدى لحالة خوف وحالة قلق وحالة ارتباك وسط الناس، رغم إنه يعني قانون التصالح بيعتبر خطوة إيجابية مهمة جدا نحو ضبط أوضاع الثروة العقارية في مصر. بيزيد قيمة الأسعار، قيمة العقارات بيرفع من قيمتها جدا، بيخلي ركائز، بنعيد إنشاء خريطة عمرانية في مصر. تمام. بس ده يعني ده يعتبر بداية للتخطيط للمستقبل. طب أنا عندي استفسار بسيط، يعني أنا مثلا مين اللي بيتحمل قيمة المخالفة القانون التصالح؟ يعني أنا مثلا كمواطن عندي مثلا عمارة وجالي شاري يشتري مني شقة، هل مين اللي يدفع وجيل العقار بتاعي مثلا مخالفة، مين اللي يدفع المخالفة، الساكن ولا المالك؟ هو القانون رقم تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 ما حددش هوية مين عليه دفع الغرامة أو قيمة التصالح. تمام. ما حددش، هو اكتفى بجملة مقدم الطلب بس. لأي فرد يقدر يستفاد من قانون التصالح، سواء كان مالك، سواء كان مستأجر، سواء كان شاغل، سواء كان اتحاد شاغلين، أي فرد بيمكنه الاستفادة من قانون التصالح والبدء في إجراءات التصالح. بيستفاد بإيه بالظبط؟ بيستفاد إن هو إن العقار بتاعه بقى رسميًا، مجرد ما بيصدر له الاستمارة رقم 3 الخاصة بالتصالح، تمام، بيبقى العقار يقدر يسجله، يقدر ينقل منه الملكية. يعني بيعتبر بيرفع سعره الضعف. يعني انت دلوقتي لو في عقار متخذ عليه اجراءات التصالح، سعره تلقائيا هيزيد الضعف. تمام. يعني دي فايده لشاغل العقار يعني بغض النظر عن وصفه ايه. انت تقصد ان قانون التصالح لما مثلا المواطن يقدم طلب قانون تصالح ويدفع المخالفه اللي عليه، سعر العقار بتاعه بيزيد؟ طبعا بيزيد الضعف. تمام. بيزيد الضعف، لان ده بقى أول خطوة في تسجيل العقار حاليا هي قانون التصالح. طب وإيه الغرض من قانون التصالح ده يا أستاذ محمد؟ الغرض من قانون التصالح هو ليه غرضين مهمين. أول حاجة تقنين وضع العقارات، يعني تقنين وضع العقارات، إكساب العقار وجود قانوني ده زي ما قلت لحضرتك بيزيد من سعره، دي حاجة. تاني حاجة بيخليه بيعتبر أصل مالي يمكن استثماره، يمكن الشراكة فيه، يمكن الاقتراض بضمانه وهكذا. في هدف تاني، هو هدف تنموي. هدف تنموي ان هو تطبيق قانون التصالح ده بيرفع كفاءة الخدمات وقيمة الثروة العقارية في مصر، لان الدخل بتاع قانون التصالح ده ما بيروحش في الموازنة العامة للدولة مباشرة، لا هو مخصص منه جزء للإسكان الاجتماعي، التوسع في الخريطة السكانية. تمام. مخصص منه جزء لتطوير منظومة المرافق والخدمات، فبالتالي فهو هيعود بالنفع على الدولة. تمام. طب انا دلوقتي مثلا لو في مثلا مواطن
وعايز وعنده الرغبة ان هو يقدم طلب تصالح مثلا وكده، بس مش متوفر معاه المبلغ اللي المفروض ان هو يدفعه للمخالفة في قانون التصالح، تمام. ايه الحل معاه هو يعني؟ القانون لما صدر كان قانون رقم 17 سنة 2019 لما صدر، كان من بعض العيوب او من بعض الانتقادات بتاعته ان زيادة سعر او قيمة التصالح، وده اللي تفادات تعديلات رقم بالقانون رقم 1 لسنة 2020، قللت من قيمة التصالح وخلت ان انا عشان ابدأ في اجراءات التصالح بدفع مبلغ جديد التصالح والذي بيمثل او بيعد 25% فقط من قيمة التصالح، بالإضافة ان مبلغ الغرامة بالكامل اقدر ادفعه بثلاث اقساط سنوية. يعني الموضوع بقى سهل جدا لأي حد يقدر يروح يعني ويقدم معنى طلب. كده ان مبلغ المخالفة بيتقسط، مبلغ بالظبط ما بقاش بالظبط، مبلغ مكتمل بشرط مثلا. دفع المقدم جديد التصالح 25%، 25%. فيما بعد بيتأثر على ثلاث أقساط طب سنوية. ايه الرسوم مثلا، الرسوم التصالح او رسوم القانون التصالح؟ هو رسوم التصالح ممكن أقول لك إجراءاتها وبالرسوم كل حاجة ليها رسوم. يعني هو أنت اجراءات بالتفصيل، حضرتك اجراءات قانون التصالح بالتفصيل. بالظبط، المواطن أو مقدم الطلب بيروح بيقدم الطلب في الحي أو الجهاز اللي تابع ليه العقار، تمام. وبأقل قدر من المستندات، يعني ممكن بإيصال مرافق مثلا، يعني ممكن إيصال مرافق بس يقدم الطلب، تمام. بس على بيديله فترة لازم يستكمل فيها المستندات. إيه المستندات اللي بيستكملها؟ تقرير سلامة إنشائية، بيقدم تقرير سلامة إنشائية من مكتب هندسي، وبيقدم سداد رسم الفحص. هي دي الرسوم اللي المفروض بيدفعها، رسم فحص. رسم الفحص ده بيبقى ليها حد أدنى وحد أقصى طبعا في المدن غير القرى. تمام. والطلب بيدرس طبعا، وفي حالة قبوله بيسدد جديد التصالح اللي هي 25%، وبيتحدد قيمة المخالفة أو قيمة الغرامة، وبتسدد يا إما بيسددها نقدا لو الظروف سمح إن يسددها نقدا، أو أو بيتقسط تقسيط على ثلاث أقساط سنوية. 3 أقساط سنوية. طب أنا مثلا كمواطن في مدة محددة المفروض إن أنا أقدم طلب تصالح فيها؟ هو يعني قانون التصالح ليه مدة محددة؟ مدة محددة من حيث التقديم ولا من حيث اللي انا استفاد منه لا، من حيث او التقديم. يبقى انا مخاطب بيه؟ لا، من حيث التقديم. من حيث التقديم هو كان لسه في كان اخره كان 30/10، بس اتمد لحد اخر 30/10، والرئيس الوزراء امكانية ان هو ممكن يمده 6 شهور كمان، تمام. يعني الفرصة موجودة لسه ما خلصتش. طب وفي استفساري يا استاذ محمد، هو المتر، يعني المتر غرامة المخالفة قانون التصالح، المتر في الريف غير المتر في المدن؟ طبعا هو القانون لما صدر ما كانش بيقصد بيه الفقراء اكثر من الاغنياء، وهكذا. كان طبعا بيراعي فروق البعد الاجتماعي بين الناس، بيراعي المنطقه اللي موجود فيها، بيراعي كل الظروف المهيئه. يعني مثلا السعر المتر في التصالح بيبدا من 50 جنيه، ده للريف ولا المدن؟ لحد الادنى لحد 50 الأدنى جنيه لكل المحافظات؟ 50 جنيه تمام. ولحد 2000 جنيه، بيختلف. يعني مثلا ممكن يبقى في الريف ب 50 جنيه، في منطقة في المدينة ب 2000 جنيه، وهكذا. طب ايه الهدف ان المدن غالية عن الريف؟ لأن قيمة العقار نفسه أغلى، اغلى. تمام قيمة تمام العقار أغلى من هنا أو من هنا. تمام طب يعني يعني احنا معنى كده ان الرسوم في الريف اغلى، الرسوم في المدن اغلى من الريف عشان قيمة العقار؟ قيمة العقار طبعا، قيمة تمام. العقار وحجم الاستفادة منه فيما بعد، وقيمة المرافق اللي داخل العقار والخدمات. أكيد الخدمات والمرافق في المدينة أقوى من الريف. طب انا دلوقتي مثلا العقارات المبنية على اراضي وضع اليد دي بتقنن ولا ما بتتقننش؟ القانون لما صدر ما استثناش الموضوع ده منه، ولكن الأراضي وضع اليد ليها مخالفتين منفصلتين. أول مخالفة هي الوضع اليد نفسها، دي لازم أنا ممكن أقدم طلب التصالح، وفي خلال المهلة اللي بينظر فيها الطلب لازم أحاول أقنن الوضع بتاع الأرض اللي أنا بقدم لها طلب التصالح أو العقار اللي بقدم له طلب التصالح. يعني لازم أمشي في الخطين، إن أنا أحاول تقنين الأرض بتاعت وضع اليد، وبالتالي اقدر اقدم طلب التصالح عليه. يعني مش لو انا موجود، لو الارض لم يتم تقنينها ومجرد وضع يدي عليها وضع
لن يتم التصالح فيها، ولكن مجرد ما ان انا هقنن الوضع او هوفق وضعي ان انا هبقى الارض الوضع دي تبقى قانونيه، هقدر اقدم عليها طلب التصالح. لكن هو ما استثنهاش من العدم. يعني هي ممكن حتى لو أرض وضع يد يقدم عليها طلب بالظبط تصالح في حاله واحده ان هو يقدر يقننها ويوفق وضعها في الفتره اللي بتدرس فيها طلب التصالح. طب انا لما بقدم طلب التصالح بيبقى في فتره على ما بيجي لي رد او قبول للطلب. الفتره دي على الشخص وضع اليد على الارض ان هو يقنن وضعه ويوفق وضعه فيها، وبالتالي الطلب ياخد قبول للتصالح يبقى. طب هل أرض وضع اليد مثلا زي الأراضي اللي هي أراضي الدولة أو كده، يعني نفس الاثنين نفس الموضوع، نفس يعني وضع اليد الموضوع؟ او سواء البناء على املاك الدوله نفس الموضوع، لازم موافقه الجهه الاداريه على تقنين الوضع ده. يعني مجرد ما الجهه الاداريه او الدوله وافقت على تقنين الوضع ده، انا هبدا في اجراءات التصالح تمام عادي، كان القانون يبقى مخاطب، انا مخاطب بالقانون. تمام انت طبعا قلت طبعا عيوب القانون التصالح ومميزاته وكده، هو انا شايف كان في عيب يعني برضو، مش العيب الوحيد يعتبر، هو التوقيت. يعني احنا الفكره كلها في التوقيت، ان احنا كنا موجودين في ازمه اقتصاديه كبيره، فبالتالي ان المواطن العادي ما كانش عنده القدره ان هو يقدر يبقى فيه عبء زياده او عبء مادي زايد عليه. حضرتك فاهمه ازاي؟ بس هو العبء الزياده ده هو ده اللي يعتبر الناس كانت معترضه منه شويه. بس جه لما التعديلات صدرت كان خففت الرسوم الماليه والاعباء، فالموضوع بقى ابسط. يعني طب وايه الهدف من قانون التصالح ده اصلا يا استاذ محمد؟ يعني هدفه ايه؟ انا وضحت لحضرتك هو كان ليه كذا هو هدف. انت قلت لي للمواطن، مصلحته للمواطن. طب مصلحته للدولة؟ الدولة نفسها ان هي تعيد تنظيم الخريطة العمرانية فيها. احنا دلوقتي احنا ان العائد المادي اللي بيجي من قانون التصالح ده زي ما قلت لحضرتك بيتوزع لموارد الدولة. يعني بيتوزع انا كدولة هقدر اطور من منظومة المرافق والخدمات بتاعتي، تمام هقدر ابص على الخريطة العمرانية بتاعتي واحددها من اول وجديد. المساحة المأهولة بالسكان من مصر 7% فقط، الدولة نفسها بتهدف ان المساحة دي تكون 12، من 7 ل 12%. عمر ده ما هينفع يحصل من غير موارد، الموارد هتيجي بتطوير الباقي. يعني الموارد بتيجي بتطوير ال قانون التصالح سبب يعني جزء منها او بداية ليها. تمام. طب وايه الفكرة مثلا بمثلا ان مثلا انا اقدر اقدم مثلا طلب تصالح؟ طب انا كمواطن اقدر اقدم طلب تصالح مثلا لجميع الادوار بتاعة المنزل يعني، ولا القانون يعني مثلا انا مواطن من حقي ان انا مثلا باني مثلا 5 ادوار 10 ادوار، من حقي ان انا اعمل طلب تصالح ليهم كلهم؟ تمام. هو في انا ممكن اعمل بيهم كلهم طبعا، وممكن اعمل يعني انا كمواطن ممكن اعمل طلب تصالح للعقار كامل. ممكن يبقى في، ممكن اصلا يبقى العقار يبقى ليه اتحاد شغالين او اتحاد ملاك، هما بيقدموا الطلب باسمهم عن كامل العقار. وممكن برضو اكون انا المخالفه عندي في الوحده بتاعتي فقط في العقار، فاقدم الطلب عن الوحده فقط، والطلب ده بيتوافق عليه بشرط ان ما يكونش في نفس العقار في مخالفة لا يجوز التصالح فيها. أنا وضحت يعني في مخالفات لا يجوز التصالح. ايه هي بقى المخالفات اللي لا يجوز التصالح فيها؟ لا يجوز التصالح فيها إن يكون مثلا المبنى ما بيخل بالسلامة الإنشائية بتاعته. تمام إن في الأساس بتاعه مش مظبوط، المبنى ده معرض للسقوط في أي وقت. تمام إن يكون ارتفاع المبنى بيتعارض مع الطيران المدني ووزارة الدفاع. ليهم اطوال معينه ما ينفعش نعديها، في مخالفات كده، بس طبعا دي ما لا يجوز التصالح فيها. ان المبنى يكون ذات طابع معماري مميز، طبعا دي بيبقى ليها مخالفه لا يجوز التصالح فيها. ان يكون المبنى مبني على تابع لوزاره الاثار، مبني على ارض تابعه لوزاره الاثار او على اراضي نهر النيل، كان بيسموها طرح النهر. كل المخالفات دي لا يجوز التصرف فيها.
طب انا مثلا ببقى اشوف كده مثلا عمارة كاملة عادي، وبص الاقي مثلا شقق معينة العمارة زي ما هي واقفة على اساسها عادي، شقق معينة فيها كده مهدودة، يعني ما السقف بتاعها مهدود وهي مهدودة وكده، فايه الفكرة في كده؟ رغم ان انت قلت المفروض، يعني ده برضو هرجع للسؤال اللي انا سألته لحضرتك في الاول، اللي هو مين اللي بيتحمل قيمة مخالفات مباني في قانون التصالح، المالك ولا الساكن؟ اوضح لك موضوع الازاله ده. اه هو قانون التصالح ما بيستهدفش اصلا الازاله في الاول، بالعكس تمام هو قانون التصالح بيعتبر خطوه ان هو ينقذ المواطنين من قانون البناء الموحد اللي هو الاساس، الاساس بتاع البناء هو قانون البناء الموحد اللي هو رقم 119 لسنه 2008. قانون البناء الموحد ده كان من ضمن نصوصه اللي هو بينص على الازاله، وممكن من ضمن العقوبات فيه عقوبات سلبية للحرية، عقوبات حبس. فهو قانون التصالح جه عشان يقنن الوضع ده، هو ما تمام بيهدفش الإزالة خالص. وحالات الإزالة اللي حصلت اه ما فيش ولا حالة إزالة حصلت، ده طبعا طبقا للأرقام الرسمية، اه ما فيش ولا حالة إزالة حصلت لعقار بسبب مخالفات البناء. امال بسبب ايه؟ الإزالة اللي حصلت كانت بسبب زي ما قلت لحضرتك في الحالات اللي كانت لا يجوز فيها تصالح، اللي هي أراضي أملاك الدولة أو أراضي تمام نهر النيل والآثار والحاجات وضع دي اليد. بالظبط كده. تمام لكن وحتى لو بالرغم من كده مفيش ولا عقار تمت ازالته وكان مأهول بالسكان. تمام طب وطبعا المباني المحظورة والحاجات دي برضو انت اتكلمت عنها، طب ممكن تكلمنا عنها يعني ازيد كمان، عن الايه؟ الايه؟ اللي يعني الحالات الازالات المحظورة، كلمني عنها تاني في المباني في قانون برضو التصالح. في برضو نقطة أنا ما ذكرتهاش لحضرتك، اه في مخالفة لا يجوز التصالح فيها اللي هي تغيير الاستخدام. لو الجهة الإدارية ليها مخططات معتمدة، في مخططات للمنطقة دي ما ينفعش الخروج عنها، أنا بغير المنطقة دي لو سكني بس أنا بغير استخدامها بخليها تجاري، أو بغير استخدام الوحدة دي بشكل مخالف للمعايير اللي حطتها جهة الإدارة، ده برضو لا يجوز التصالح فيها إلا إذا إلا لم طالما لم يوافق جهة الإدارة. طب ايه الجديد؟ طبعا يعني ايه الجديد في قانون التصالح؟ ايه الجديد في قانون التصالح الايام دي؟ التعديلات اللي حصلت كان في تعديلات في قانون رقم 1 لسنة 2020، كانت بتعدل القانون رقم 17 لسنة 2019، تعدل فيها كذا حاجة. تعدل فيها إن ممكن أنا كعقار، إن أنا بداية القانون كان إن المخاطبين بيه اللي هم المخاطبين اللي هم بانيين على أساس قانون البناء الموحد. طيب يا أستاذ محمد معلش حلقتنا طبعا خلصت، أنا بشكرك شكرا جدا، جدا لحضرتك. يعني لسه 3 دقايق، لسه 3 دقايق معلش بقى مش مشكلة. كمل. أنا كنت بوضح لحضرتك إن كان المخاطب بالقانون كان اللي هم قانون البناء الموحد رقم 17 سنة رقم 119 لسنة 2008، تمام كان هم دول بس المخاطبين بالقانون. لكن بتعديلات 2020 خلت إن أي حد يقدر يستفاد منه حتى لو كان العقار مبني قبل 2008. يعني لو كان عقار قبل 2008 أقدر أقدم طلب تصالح وأقنن وضعي وبالتالي أزيد من قيمة العقار بتاعي. تمام تاني حاجة قللت قيمة الرسوم ورسوم التصالح ورسوم الفحص، كل دي في التعديلات رسمها قل. التعديلات كانت كتيرة طبعا وزي ما الناس كلها بتستفيد منها. تمام انا بشكرك جدا عفوا النهارده عفوا شكرا وشرفتني ربنا ونورتني يكرمك. النهارده، شكرا، والله يعني فرصة انا سعيدة سعيده لحضرتك. جدا بوجود أنا اللي حضرتك سعيد معايا بوجود حضرتك النهارده. معايا. طبعا حلقتنا خلصت، وبقدم كل شكري وتقديري للاستاذ محمد درويش المحامي، وبقدم كل شكري وتقديري لقناه الصحه والجمال وكل المقيمين على قناه الصحه والجمال، وبقدم كل شكري وتقديري للساده المشاهدين. اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج اريج والناس.